الحمد لله عندنا الآن إفطار جماعي من أحد مركز الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهذا شكر لكم لهذا برنامج الإفطار الصائم مركز قرية الحفظة على هذه الإفطار المباركة إن شاء الله. وهيا نفتح، ماذا سنأكل في هذه الإفطار؟ عندنا الأول في هذا طبعا الرز ودجاج المقلي وسلطة وموز طبعا ومطرشة والخضروات، وعندنا برضو موية عادي وموية شاي. شكرا لكم ندوة العالمي للشباب الإسلامي على هذه إفطار جماعي المباركة. شكرا بارك الله لكم ولنا، تقبل الله منا صيامكم وصيامنا. أهنئكم باسمي إحسان خيران، خرجت من السودان، أنا رئيس قسم اللغة في معهد إنسان تمليكية بوردين سكول الحرو. نقول للندوة العالمية للشباب الإسلامية شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على بركم وعطاءكم لنا لأداء إفطار جماعي بين طلاب والأساتذة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال في الحديث: من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا فيدعوا له، لا جزاء منا إلا دعاء الصالح. نسأل الله رب العرش الكريم أن يتولكم في الدنيا والآخرة ويجعلكم مباركا أينما كنتم. الله سبحانه وتعالى سينفعنا بعلمنا وبحسناتنا وبإحساننا بخصوصا في مركز القرى الحفظة في سكنك أرى. شكرا جزيلا على نقمته وعلى إفطاره للصائمين في هذا القرية الحفظة في سكنك أرى. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.